حبيباتي حنا عاوتاني خارجين اليوم غتمشيو معنا نمشيو ندير واحد البيكنيك وغتكونوا معنا مرحبا بكم. عرفت واحد الشميشه بعدا كان هاد الايامات مع بدا الخريف صافي برد الحال، ولكن اليوم الشميشه قلت ما يمكنش نفلتها نخرج بعدا المهدي يرجع، قلت نخرج انا وياه نفطروا برا غنمشيو ندير واحد الخريجه وهانتوما معنا يلا. السلام عليكم احبوباتي، كدايرين لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ ديما كنسولكم اش خباركم حتى شي وحده ما كتكتب ليا شي ميساج تقول لي انا بخير، وانا ديما كنتسنى منكم. انا ما عرفتش كنحس بهاد القناه بحال حنا اون فامي وخصنا نسولوا على بعضياتنا، انت كي دايره وانت شنو كديري وكي دوزتي العيد كي دوزتي لا سيمين. ما نكرهش يكون عندنا هاد التواصل بهاد الطريقه هادي. اليوم مهم، اليوم حنا غادي نخرجوا، غنخرج انا ومهدي كيجي عندي في لا فان دو سيمين، فغادي نخرجوا هكا غادي ندير واحد البيكنيك برا، وباكم مهدي كيف ما كتشوفوا هز هذاك الشيء اللي غنديروا البيكنيك. وعرفتي غادي وتيلغط غادي وتيلغط، هادشي ثقيل قتلني هادشي امانتي. هزيت واحد شويه قلت لي صافي انت يا ما عطاش هادشي عندك ما قدرتيش تهز الباكاج، هزيت ولكن ثقيل. المهم هاد البلاصه كتحمقني، هاد البلاصه هي اول بلاصه جيت فجيت للجابون، هادي اول بلاصه سكنت فيها، وانا تقريبا ما تحولتش من البلاصه اللي سكنت فيها من نهار اللي جيت لهنا، فكنعرف قناتها كنعرف سي فري كنت بدلات لانهم داروا بنايات جداد وداكشي، ولكن بالرغم من هادشي كله فهي ما تبدلاتش. مدينه اللي كنحس بها جيت فيها وانا عندي 18 عام، كبرت فيها عشت فيها، كنعرف قناتها كنعرف البلايص اللي ما يعرفهمش الناس العاديين، فانا كنفتخر بهاد المدينه بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى بانكم ديروا معايا دوره وانكم تعجبكم ودوزوا معايا وقت زوين ان شاء الله. الكنيسيات والطبيلات على الله يكونوا ما جالسينش فيهم الناس، بغينا نمشيو تما نتغداو تما. ها؟ شفت لكم هادو دابا لا سيمين بروشين ولا من هنا شي 10 ايام غيوليو الالوان غريبة وعجيبة وجميلة جدا جدا جدا. يلا الميدي زيد زيد هون تدا معاود دابا مهندس الضو قال هو بعدا هذا غاتي ديال الضو، هادي ما قالك ما دارش فيها البولا الفوق. يلا مهندس الضو، فاش كان في المغرب كانوا كيبقاو يقول لي هان بالعربية زعما فاش خدام تيقول لهم كل سافر هنا كوتي. شفتي بقاو يسولوه فاش خدام تيقول لهم انا خدام في العماله انا مهندس الضو. انا المهدي انا ما عرفتش المهدي وراه كنصور فيك كنت كرز انا يا داك راه صوت شي صوت 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 هنايا دابا راني تنفوت عليه ما تيخلينيش نتصور، غير تنبدا ندوي تيبدا تهويت قلت لي يلا. اه بلاصه كيصيدوا فيها الحوت، ولكن زوينة كتعجبني شحال هادي من جدها. يا رب تكون حلوة، يا ربي ماشي تكون حلوة تكون خاوية. هادي بلايصتي المفضلة، إلا كان جالس فيها شي واحد غادي نموت واقيلا. محلولة محلولة يا ربي ما تقلتيش صاحبتي عافاك ما تقلتيش عافاك 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 صاحبتي ما تقلتيش. آيا هادي هي البلاصة اللي كتحمقني ومحلولة بيزاغ الله يسمع نشدوها بعدا بصدك. شوفوا لي هاد المناظر شحال زوين يو كتا أتا دابا نوجدو الطبيلة.
قولوا لي غير واش كلكم بحالي ولا غير انا؟ الرجال واش ما كيعرفوش نوضوا زعما يعاونوا هما ولا جايين خارجين البيكنيك؟ خاص المراه هي اللي تنوض وهي اللي تجمع وهي اللي تحط وهي اللي تطيب قبل ما تخرج ولا الا ناضوا يديروا معك شي حاجه كيخسروها. سمحوا لي يا رجال اللي كتسمعوني، واني راه هادشي اللي كاين. يلا اجوا معي اجوا. صافي هذه غادي نوري لكم هادشي اللي جبت معايا. المهم جبت بعدا الفخوماج هذا البلو تشيز، وجبت معايا الخبيزات اللي صايبت معكم البارح فطير ولا غدا خفيف ظريف. هذا اللي صايبنا بجوج البارح، اللي صايبته زعما معايا البارح. هنايا درت واحد لا سالاد ودرت هاد الكابريزي، درت له بحال هكا شي ساهل ماهل. درت لا سالاد هنا ودرت الفخوماج هنا، صيبت البيض، سلقت البيض، داكشي ساهل قلت لكم. وجبنا قهيوه هو فطورنا ولا غدانا. راكنا معولين زعما نجيو في الفطور، سابقين حتى الغدا. انتما خبيزنا واخا برد باقي زوج. وهنا يا حبوباتي غتبقاو تسمعونا كونيتشيوا كونيتشيوا كونيتشيوا، هي بونجور زعما بالجابونيه. فالشعب الياباني شعب متسامح ظريفين، وهكا كيحاولوا يعلموا لوليداتهم الصغار ولا بد تسلم هاد كونيتشيوا ولا كومبانوا ولا بد الولد هكا يحني راسو الا كانوا الناس حداه كبار ولا كيسلم عليهم بحال في دي جاردان هكا. ولا واخا مدينه كبيره ولكن من ثقافتهم ان السلام واجب، واجب عليك تسلم على الناس اللي كاينين واخا ما تكونش كتعرفهم. هنا غادي تشوفوني شويه مصدومه
حنا جالسين كناكلو واحد الماكله، واحد الميريكاني جاب لا موطو ديالته كبيره وجاب حتى لقدامنا وسط، زعما ما عندوش الحق باش حط لا موطو تما وحطها لينا حدانا. بقيت كنشوف فيه كيف ما كتشوفوا يا حبوباتي، الهدوء والطمأنينة. وانا هذا الوقت هذا كي كنكون محتاجه ليه ولو مره في السيمانه ولا، قلت لكم هذا لو بارك هذا راه كنقدر نجي ليه غير على رجليا. كنجي كنجلس في هذا الكريسي وكنبقى نتفرج عليه شحال هذه ما جيت ليه، ولكن كنحتاج لهذا الوقت. كنحاول نبعد على الضجيج، على الصداع ديال شاك جور. ندي معايا غير كويس ديال القهوه ولا امتي ساندويتش، ولا نمشي للجريده لاني كاينين الجرادي بزاف هنايا في طوكيو. كل مره كنمشي للبليصه هكا ما كنخسر فيها فلوس، ما كنشري ما كان زعما كندوز غير وقيت زويون، كنحيد عليها لو ستريس وكنرجع. وهنا يا صافي كملنا غديوتنا ولا فطورنا ولا ما عرفت كيف نسميه، فنت كنجمع في هاد الطبيله. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الموديل ديال الرجل جالس كيتسنى فيا نجمع، كيتسنى فيا نحط، كيتسنى حتى عطاني حتى داك الوسخ فاش كان كياكل قال لي هاكي. عاد وانا نتفكر وانا نقول لا لا لوحوا راسك هادشي هو اللي دار، وكيهز الثقل المسكين. مهيده طابوا لي اليدين هانتي حسنا وين كمل لكم راه كتولي كل بحال هكا بحال هادي بوريقه الحمرين. اري مومي زيزا دي ماما دا كنتينا اري با كنت راه صايفلني乗れるの？頑張ってみて。すごい。まあそれも乗り方ですね。 バイバイ。 تتفرج اللعبة ديال البيسبول انا هي اللي ما بغاتش تفهمني، كنعرف شكون اللي كيلعب مع شكون. Ha 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 ha!
هكذا يا حبوباتي غادي يكون نهارنا سالا. نتمنى تكونوا تمتعتوا معايا شوية. عجبتكم الطبيعة في اليابان؟ عجبكم الأجواء؟ كتاخذوا بعدا دي أفكار جديدة على هذا البلد اللي بعيد علينا، بعيد على المغرب بزاف، وما كاينينش المعلومات اللي كتوصل زعما كفاية باش يتعرف عليها الواحد. فأنا كيف ما كنوري لكم كنحاول ندير بحال كتدوروا معايا على رجليكم، ماشي وثائقي، ماشي غير هكا، تكونوا بحال عايشين تشوفوا الحياة ديال اليابانيين العاديين كيفاش كيدوزوا لي ويكاند ديالهم. بحال هاد لي بارك راه عندهم في كل مدينة تقريبا، كل مونيسيباليتي كدير هكا ان بارك كبير 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 بزاف، كيكونوا فيه لي ستاد هكا ديال البيسبول، ديال التنس، ديال وكلشي كيكون فابور هادو على حساب الدولة. من داكشي ديال هاد الضرائب وداكشي اللي كياخذوا منهم راه كيصايبوا لهم في البلاد وفي الطرقان وفي فهادشي كله قلت لكم كيكون رخيص، ماشي رخيص، فابور. فكيشجعوا الشباب على ينوضوا يديروا الرياضه. كاين واحد الميوزيك كبير كيجيبوا ليه دي طابلو عالميين، حتى هو فابور. كاين في واحد السينما حتى هي فابور. زعما كل شيء تقدر تجي لهاد المدينه دوز النهار كله وتمشي بحالاتك. فنتمنى حبوباتي تكونوا تمتعتوا معايا وما كرهتكمش كون كنت وحدايا ندير لكم واحد التعنيقه بحال هادي. ان شاء الله ان شاء الله يفوت هذا الوباء ونتلاقاو في المغرب شي نهار، من ما كرهتش نشوفكم كاملين. يلا يا حبيباتي غادي نخليكم على هذا القدر، ونتمنى ما يكونش هذا الفيديو طويل عليكم بزاف، والى اللقاء ان شاء الله. باي باي.